السائل الذي رمز لاسمه بألف ميم ألف راء يقول: ما هي شروط الإمامة في الصلاة؟ وإذا كان الإمام يلحن لحن جلي في قراءته للقرآن، هل يجب علينا إبدال هذا مثلا الإمام؟ من شروط الإمام في الصلاة أن يكون عدلا، وأن يكون حافظا للفاتحة وما تيسر من القرآن، وأن يكون جيد القراءة، لا يلحن في قراءته لحنا يحيل المعنى، يحفظ ويؤدي القراءة أداء حسنا لا يكون فيها لحن يحيل المعنى، ويكون عالما بفقه صلاته، يكون عالما بفقه صلاته وما يحتاج إليه فيها من الأحكام الشرعية. هذه من أهم شروط الإمامة، قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. فالإمامة منصب عظيم وله مواصفات شرعية لابد أن تتوفر في الإمام، ويقدم الأمثل فالأمثل في هذه الصفات، الأمثل فالأمثل. نعم.